كل سنة وكل جندي محترم وطني وشريف، كل سنة وهو بخير، كل سنة وكل حد بيحب البلد دي بجد بخير وبسلام وسعادة وبسيادة على أرضه. بس وأنا بتكلم عن سيادتنا على رفح وعلى سيناء، مش هينفع أنسى اللي حصل امبارح. واللي حصل امبارح قبل ما أقولك هو إيه، عايز أفتكر معاك كلام عبد الفتاح السيسي وأزرعه الإعلامية لما قالك إن السيسي يحذر من تنفيذ أي عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل رفح الفلسطينية. فاكرين حضراتكم الكلام ده كله؟ أكيد فاكرينه. بعد كده قالك مصر تقترح تجميد اجتياح رفح مقابل تحريك المفاوضات، وده كان جاي كضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس وأشقائها من حركات المقاومة داخل قطاع غزة زي ما قال بعض المحللين. ده المشهد اللي كان عايز إعلام السيسي بينهولك. السيسي صلاح الدين الأيوبي الذي هب لنصرة القدس والأقصى، الذي يدافع عن أبناء رفح وأبناء غزة. هذا الرجل الذي كلام القرع اللي بالك فيه ده، ايه بقى الحقيقة؟ عشان احنا مالناش في القرع، احنا لينا في الحقيقة. الحقيقة ان موقع والا العبري قال لك امبارح بمنتهى الوضوح والصراحة، هو حضرتك تعرف رئيس الاركان المصري أسامة عسكر ورئيس المخابرات العامة المصرية اللي هو عباس كامل كانوا فين امبارح؟ إن كنت ما تعرفش كانوا فين امبارح، وإذا كانت حتى ستاتهم في بيوتهم ما يعرفوش كانوا فين امبارح، فموقع ولا العبري كان عارف هم كانوا فين، وبيقول لك اهو قام رئيس الأركان ورئيس الشباك بزيارة مصر. ليه يا فندم؟ لبحث عملية محتملة في رفح، تمام، علشان يطمنوا المصريين ويشيلوا ويهدئوا المخاوف. إسرائيل قالت لهم مفيش موعد نهائي لبدء العملية، والموضوع هيتخذ القرار لما تبقى الأوضاع تمام، وما تقلقوش إحنا مش هنعرض مصر لأي قلق. طب الكلام ده كانوا بيقولوا لمين؟ للأستاذ مثلا حد تافه كده زي نشأة الدي ولا أحمد موسى؟ لا، كان رئيس الشباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي مجتمعين في القاهرة مع رئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر، ومع رئيس المخابرات المصرية مدير المخابرات المصرية اللي هو عباس كامل سكرتير عبد الفتاح السيسي وفردته زي ما حضراتكم عارفين. طيب يبقى بيتصدر لحضرتك مشهد، والمشهد الحقيقي حاجة تانية خالص. تعالوا نفكر الناس ونفكر النظام والجنود والضباط في الجيش وغير الجيش، تعالوا نفكرهم ببعض من جرائم الاحتلال في رفح المصرية أثناء فترة الاحتلال لشبه جزيرة سيناء اللي بدأت من 5 يونيو 67 لبعد كده في 73 لحد ما انسحبوا منها تماما في الثمانينات.